بونسوار. منخفض جوي موجود فوق تركيا عم بيؤدي الى طقس متقلب، التفاصيل كلها اكيد منشوفها بعد شوي. ننتقل هلا على فقره صوره وشمسيه، بذكركم انه موضوع هذا الشهر هو الغيوم. بعتونا صوركم تتربحوا معنا جايزة بكل آخر الشهر. وبعد فقرة صورة وشمسية بنوصل هلأ على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها. منبلش على الخريطة مع القاهرة 29، تونس 28، الرباط 25، الخرطوم 37 درجة، بغداد 35، دمشق 24، القدس 28، المنامة 36 درجة، والختام عم بيكون مع الكويت 36، الدوحة 38، والرياض 36 درجة. منوصل هلا على طقس لبنان. لبكره الخميس عم بيكون في عنا طقس متقلب الى غائم جزئيا واحيانا غائم وماطر، ترجع يتحول الى صحو اعتبارا من بعد الظهر. على الساحل الحراره عم تتراوح بين 15 و 27 درجه، الرطوبه عم بتسجل اقصاها 80%، اما سرعه الريح عم بتوصل ل 35 كيلومتر بالساعه. بالجبل عم تتراوح بين 11 و 19 درجه، اما بالداخل عم توصل اقصاها لل 25 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه. منبلش مع كار 24، طرابلس 26، الارز 13، الكوره 25 درجه، الهرمل 26، القاع 24، بعلبك 19، ريق 21 درجه. بجولتنا بنوصل على جبال 24، فريا 19، جوني وبعبدا 27 درجه، وبيروت كمان عم بتسجل 27 درجة مثل ما ذكرنا مع طقس متقلب إلى غائم جزئياً. زحل 23، 22 درجة بشتورة، 22 درجة كمان بعنجر. منكمل ومنوصل على جزين 26، رشية 25، مرج عيون 26، بنت جبال 24 درجة، والختام عم بيكون مع بيت الدين 25 درجة، أما صيدا صور وكانا و26 درجة. كيف رح يكون الطقس بالثلاث أيام الجايين؟ منشوف سوا. منبلش مع بكره الخميس مثل ما ذكرنا بيكون في عنا طقس غائم جزئيا وماطر وغائم احيانا مع حراره عم تتراوح بين ال 20 وال 27 درجه. لنهار الجمعه ارتفاع درجه واحده تتوصل اقصاها لل 28 درجه، اما نهار السبت انخفاض والحراره عم تتراوح بين ال 23 وال 26 درجه. على ارتفاع 1850 متر الحراره عم تتراوح بين ال 6 وال 13 درجه. بعتوا لنا صوركم على اكونت الانستغرام والفيوتشر تي في ابلكيشن، اكيد شو ما كان طقسكم المفضل، لاقونا على طول على المستقبل.